Bonjour, mes élèves. Aujourd'hui, nous allons prendre notre méthode de français. Club à deux plus deux pour la deuxième année secondaire. النهاردة هناخد منهج اللغة الفرنسية نادي الشباب بالنسبة لسنة تانية ثانوي. عنوان الوحدة الأولى لكلوب دي سيتادين بمعنى نادي أو جماعة ساكني المدينة. الشخصية اللي عندي في الوحدة بتقول سالو تحياتي موا أنا سي إما إنني إما جي سيزون أنا عندي 16 سنة. الحاجات اللي بتحبها لفيلو يعني الدراجة أو العجلة لا بيبليوتيك يعني مكتبة الاستعارة أو القراءة. من ضمن الحاجات اللي بتكرهها لفت دي جويزي يعني الحفلات التنكرية لا دانس الرقص. بالنسبة للعناوين الرئيسية اللي هندرسها في هذه الوحدة بيقول dans cette unité في هذه الوحدة je vais أنا سوف décrire mon quartier ازاي اوصف الحي السكني بتاعي اي ما في ومدينتي. العنوان الثاني انديكي ان اتينيرار بمعنى تحديد خط السير او وصف خط السير. العنوان الاخير بارلي دي بروفيسيون بمعنى التحدث عن الوظائف او المهن. بالنسبة للبروجي فينال اللي هو المشروع النهائي اللي هطلع بيه من الوحدة بيقول dans cette unité في هذه الوحدة nous allons نحن سوف parler de profession نتحدث عن المهن والوظائف. في الصفحة الثانية بيقول associé وصل les noms de lieux أسماء الأماكن و photo بالصور. من ضمن أسماء الأماكن اللي مدهاني للوسي يعني المدرسة الثانوية لأوبيتال يعني المستشفى لسينيما السينما. بالنسبة للصور اللي مدهاني في الصورة الأولى كاتب لي آن بروفيسور، في الصورة الثانية كاتب آن ميديسان بمعنى طبيب، في الصورة الثالثة مديني آن أكتر بمعنى ممثل. طبعا الصورة الأولى هنوصلها بكلمة للوسي المدرسة الثانوية، الصورة الثانية هنوصلها بكلمة لأوبيتال المستشفى، والصورة الثالثة طبعا لسينما. آخر سؤال كاتبه كالوي يعني أي الأماكن دي لا في من المدينة تيكوني أنت تعرف في إن ليست اعمل قائمة. بيقول لك إيه الأماكن اللي تعرفها في المدينة واعمل لي بها قائمة. أوريفوار إيه بون شانس.